بدي احكي لكم اليوم عن قصة اسمها غابات الكريستال. طبعا هاي القصة مستوحاة من رسومات بيكاسو، اشتغلتها طبعا بالطريقة التكعيبية. حاولت كثير اني بسط فيها طبعا مشان تتماشى مع الطفل يعني ما يقدر يفهمها. طبعا مثل ما انتم شايفين الالوان فيها كثير قوية. هون بدي احكي لكم عن الشخصية. هاي الشخصية الأولى البنوتة الصغيرة اسمها ريناد، وأخوها الصغير اسمه سامي. مثل ما كنتم شايفين هاي الغابة هي الغابة الوحيدة يلي قدرت تنجو من التلوث يلي بتعمله أكياس البلاستيك. هون بنشوف كمان بدي أعرفكم على الشخصية العصفورة والكتاكيت الصغار اللي هن أولادها. اكتشفوا الأولاد الصغار إنه في جنب البيت عندهم في عصفورة وعاملة عش على الشجرة القريبة من البيت. هون هذا بيتهم الصغير. وهي الغابة طبعا كانت غابة بس ما بقى فيها أشجار ولا التلوث. مثل ما انتم شايفين هون عندي هدول الهضبات، يعني لساتهم فيهم روح وفيهم ألوان بس ما عندهم بقى أشجار. هي العصفورة عم تحاول تطعمي ولادها. طبعا هون هي اللقطة مشان يفهم الطفل انه العصافير الصغار ما بيقدروا ياكلوا لحالهم، انه لازم امهم تطعميها، لانه لسه ما عندهم جناحات طبعا ما بيقدروا ياكلوا. القصة بشكل عام هي تعليمية للاطفال يعني. هي الغابة مثل ما انتم شايفين لون برمادي وكياس سودا وحالة حالة. هاي هي الغابة طبعا بعد ما تلوثت. غابة عليها الألوان الغامقة. هاي هي الغابة قبل ما تتلوث. ألوانها الحلوة وأشجار فيها موجودة لسه والسماء صافية والأرض نظيفة وما فيها أي تلوث. هون مثل ما لكم لاحظين يقدر الطفل يحب الفرق بين قبل وبعد. هاي هون صورة العصفورة عم تحاول تلتقط الطعام. القصة إلى تكملة طبعا. هي المنطقة يلي لساتها قريبة على الغابات ولسه فيها أكياس صودا كثير. مثل ما لكم شايفين الهواء هيك عم يطير الأكياس من على الشجرة وعم ياخذهم لناحية العصفورة. مثل ما انتم شايفين هون هلا هون اجى الكيس ولقط للعصفورة للاسف وعلقت هي عم تحاول تجيب اكل لاولادها. المشكلة انه ما بقى فيها كثير ومثل ما انتم شايفين ورا اولادها هيك عم بيتوصلوا يعني جوعانين بدهم ياكلوا. هون البنوتة بعد ما شافت العصفورة زعلت كثير وقررت انه تروح تنقذها الكيس تبعها. طبعا مثل ما انتم شايفين الاشكال كثير مبسطة. هي هون اللقطة عندي البنوتة عم بتحاول تروح لعند العصفورة وتحررها من الكيس. وهون مثل ما انتم شايفين العصافير الصغار لساتهم عم بيصوصوا جوعانين. مثل ما انتم شايفين هدول الهضبات اللي كانوا بالاول بنص دائرة من فوق بنشوفهم دائرة كاملة. هون العصفورة البنوتة طلعت العصفورة من الكيس طبعا بعد ما تأكدت انه ما فيها شيء سليمة ما كسرت جناح او اذت حالة شيء. وبعد هيك بتطيرها يعني مشان ترجع لاولادها. هاي اللقطة بتكون عم بتودعها، هي آخر لقطة بالقصة طبعاً. مثل ما انتم شايفين هذا الخط اللي عندي هو مشان أحاول أفصل بين الشخصية والغابة. هذا البوستر أنا عملته ببين كيف إنه هي الغابة فاضية ما فيها أشجار، ما عاد اسمها غابة يعني. طبعاً الأشجار راحت لأنه في تلوث وفي عندنا أكياس. هي الأكياس هي اللي عم تقضي على الغابات اللي عندنا، بس لسه في عندنا أمل كثير صغير اللي هو هي
الشجرة البقيانة على جنب. هذا البوستر كمان أنا مسميته ظلام التلوث، بيفرجينا كيف في عنا هيك ضباب، في عنا حزن الغابة. على قد ما صارت ملوثة، غاباتنا كثير صارت ملوثة وصار بدنا حل جذري للموضوع. هذا البوستر نفس اللي قبله، بس الفرق الوحيد انه طلعت الشمس، بس للأسف حتى الشمس ما قدرت تضوي الغابة منيح، لأنه التلوث كثير صار أخذ حد كثير قوي بالغابة يعني. يعني ما قدرت حتى تروح الظلام اللي بالغابة. هذول الشخصيات اللي عملتهم حاولت كثير اني بسطهم، هذا الشيف سامي وهي البنوته رينات، طبعا الوانهم زاهيه وحلوه مشان الطفل يتقبلها يحسهم هيك قريبين من الادب يعني. هاي عندي سكتش وقت بلشت اشتغل، كيف بلشت الشغل من الاول، وهي عندي رسمه لام عم خانق الطفل تبعها لانه عم يدرس الكيس على الارض. هاي الثقافة كثير حابين ننشرها بين الأطفال مشان يطلع عنا جيل يعني محب للبيئة. هاي آخر صورة، طبعاً هي من صوري المفضلة. هاي عم حاول إنه تخيل أرضنا بطريقة أفضل، بدل ما هي تكون مدورة هي حلزونية بس ملونة. إن شاء الله هيك أرضنا تصير يعني، وإن شاء الله إنه نخلص من التلوث ومن أكياس النايلون. شكراً.